ما نخدموه رونومي متوحماتي توحم عليه اللي ما عندوش ياكل اللي عنده ياكل وثقتوا جوارين والحمد لله يا ربي. إذا زرت لؤلؤة البحر الأبيض المتوسط مستغانم وتجولت بين أقواسها تجذبك حتما رائحة الشواء التي تنبعث من محلات صغيرة يعود تاريخ تشييدها إلى عام 46 من القرن الماضي وعم محمد نكروف عميد أصحاب المشاوي في المدينة. هذه الحرفة العشوة خال الشيباني علمها للعبا ومن 1946 في 46 تعلم الحرفة وأنا قبضت عليه راني في 62 سنة ولا 12 راني خدم الحرفة تاع والدين والحمد لله يا ربي وليداتنا فاني خلفونا راهم يخدموا في بلاصتنا. الطاهي محمد نكروف مختص في شواء الطحالة والكبد ومشتقات اللحوم الحمراء تتوافد عليه فئات مختلفة من كلا الجنسين توارث الحرفة عن أجداده وبدوره يعمل على توريثها لأبنائه. هاد الحرفة تاع الشوابين حنا رانا فيها الحمد لله يا ربي دينها على الوالدين ورانا مقدرينها بإخلاص ومن عمل عملا فليتقنه الحمد لله هادو كاع راهم في حانوتهم وراهم في دارتهم هادي لا كويزين مستغنم واس عندك تاكل ما عندكش تاكل ولا جاك ضيف من قسنطينه ولا الجزائر وجا عندك قال باغي نضرب الشواء نديه عند محمد يعاود يولي العام الجاي وحده ولا يعني الله ما شاء الله كي هو كي ولاده كل مليم مريض يجي يبرع عنده والله لا يبرع عنده كل شيء نقي كل شيء فري كل شيء وتع قديم زعما مشي زعما تاع ضربه كلها. الحرفة تداول عليها الأبناء ويجد محمد الابن الأصغر لطاهي المشاوي متعة في تقديم خدماته المتنوعة للزبائن الذين يعتبرون المحل قيمة تاريخية من الزمن الماضي.